قال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فقوله تعالى أيشركون، الهمزة هنا همزة استفهام يراد منها الإنكار والتوبيخ، أين عقولكم؟ أين أفهامكم؟ وإذا قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني عقولهم، أتأمرهم بهذا؟ الجواب لا، لو حكموا عقولهم لما أمرتهم عقولهم بهذا. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، ما السبب؟ أم هم قوم طاغون؟ ولذا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، يعني أأوصى المتقدم من بعده بهذه الوصية؟ لا، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فالسبب هو الطغيان. ولذا تعرفون قصة أبي جهل أنه لما أتاه الأخنس بن شريق وقال ما رأيك في محمد؟ قال والله إن محمدا لصادق، ولكن بني هاشم نافسونا في سقاية الحجيج فنافسناه، ونافسونا في خدمة الحجيج فنافسناه، أتوا بنبي، من أين نأتي بنبي؟ والله لا نؤمن به. فهذا هو الطغيان الذي جعلهم ينصرفون عن الحق.